دلوقتي خلينا نتابع أبرز وأهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية لمعرض السلع الدائم بتخفيضات تبدأ من 25% ل 30% اللي بيعد الأول من نوعه، بتقيمه الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين. المعرض بيضم كافة شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية والعاملة في قطاع الزيوت والصابون والمنظفات ومضارب الرز والسكر والصناعات التكاملية وغيرها من المواد الغذائية. النهاردة هيطير منتخب مصر البوتسوانا لمواجهة المنتخب البوتسواني في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2025 بعد خوض لقاء كاب فيردي مساء الجمعة على استاد القاهرة، وبيستعد منتخب مصر لمواجهة قوية مع نظيره منتخب بوتسوانا الثلاثاء المقبل 10 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية بدور مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا اللي هتقام بدولة المغرب. لعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 9 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، من أهمها مباراة منتخب الدنمارك مع منتخب صربيا في تمام الساعة 7، في الساعة 10:15 هيلتقي منتخب إسبانيا مع منتخب سويسرا، ومباراة منتخب البرتغال مع اسكتلندا.